السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا الان في منطقة كاشستو، جينا نصور شقة 4 غرف صالة مساحتها 220 متر مربع. الدور الاول، احنا وصلنا الدور الاول، عندنا الاسانسير هنا، في كل دور شقتين، شقة على اليمين وهنا ايضا شقة على اليسار. نصور لكم الشقة، مدخل الشقة من هنا، الأبواب التركية، هاي الجودة والأمان ما شاء الله تبارك الله. أول ما نخش على الصالة على طول، ما شاء الله تبارك الله، شوف الصالة، الصالة نظام أمريكي، المطبخ مفتوح على الصالة، صالة جدا كبيرة ما شاء الله تبارك الله، دواليب المطبخ راكبة وجاهزة. مطبخ نظام أمريكي مفتوح على الصالة، عندنا واجهة أمامية كبيرة ما شاء الله للبلكونة، عندنا البلكونة، هذه بلكونة كبيرة وشرحة ما شاء الله تبارك الله، شوف البلكونة. الموقع جدا قريب من الساحل اللي هو شاطئ البحر، يعني الشارع هذا لو تلاحظوا تقريبا 200 متر وإحنا على البحر على طول. في المجمع موجود مواقف مغلقة، مسبح مغلق، جلسات عائلية، يعني خدمات متوفرة في المجمع. بالإضافة إلى ذلك إحنا قريبين جدا من جواهر مول، يعني جواهر مول بجوارنا هنا. منطقة كاشستو منطقة راقية جدا، مخدومة بكل الخدمات. نطلع من الصالة، هنا مدخل الشقة، نجي هنا على اليمين غرفة، الغرفة هذه نقدر نستخدمها كغرفة ضيوف، لها حمام خاص فيها وانتو كرامة مع المروش، يعني غرفة خاصة بالضيوف ومساحتها جيدة ما شاء الله تبارك الله، مساحة 220 متر مربع، مساحة كبيرة ولها بلكونة صغيرة. امتداد البلكونة كبيرة حقت الصالة. نكمل التصوير، هنا لو تلاحظوا الأرضيات كلها سيراميك فاخر، الصالات والغرف باركيه جودة أو درجة أولى. نجي هنا وانتم بكرامة، حمام أول، الشقة صفر لسه ما تسكنت، شقة صفر. نجي هنا على الحمام الرئيسي وانتم بكرامة مع مروشة، هنا الغرفة الأولى، مساحات الغرف ما شاء الله مساحاتها كبيرة ما شاء الله تبارك الله، لها مخرج للبلكونة الغرفة الأولى. نجي هنا الغرفة الثانية، أيضا لها مخرج للبلكونة. التدفئة أرضية في كل الغرف وفي كل الشقة. نجي هنا أخيرا على غرفة النوم الرئيسية، هنا المساحة هذه نقدر نخليها كمساحة دولاب خاص بالأحذية، قصدي دولاب الدريسنج روم اللي هو مكان الملابس. عندنا المساحة هذه مساحة غرفة النوم الرئيسية نقدر نقول، ولها حمام خاص فيها وانتم كرامة ومروش، يعني إجمالا الشقة فيها 4 دورات مياه. نطلع على البلكونة اللي شرحنا سابقا، شوفوا مساحة البلكونة ما شاء الله تبارك الله، مساحة كبيرة جدا. زي ما قلت الغرفة الأولى والغرفة الثانية
وغرفة النوم الرئيسية، الثلاثة غرف كلها لها مخارج للبلكونة. نقدر نغطي البلكونة هذه زي ما هم سوين جارنا اللي هناك، نقدر نغطيها بزجاج وخلاص الأمور تمام التمام. الموقع بجوار فندق ديدمان، بجوار فندق ديدمان، منطقة مخدومة بكل الخدمات، سوبر ماركت مقابلنا، فندق بجوارنا، المحلات الأثاث، يعني زي ما نقول منطقة حيوية جدا. منطقة كش السوق مقابلنا لو تلاحظوا كمان جامع، جواهر مول بجوارنا، يعني خلاص ما احنا محتاجين اي حاجة. شقة كموقع كتشطيب، يعني نقدر نقول ايش ما نبغى في الشقة هذه نقدر نقول انها شقة جيدة جدا ما شاء الله تبارك الله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.